أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في القسم الثاني من برنامجي في المنتصف، والذي نناقش فيه ما تناولته الصحف فيما يتعلق بالشأن الليبي من التطورات الميدانية والطلب المصري بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية والاتفاق التركي الليبي الذي من شأنه أن يرجح الكفة لصالح حكومة الوفاق الليبية. صحيفة العرب الجديد تناولت الشأن الليبي، نتابع ثم نستكمل الحوار. كشف مصدر سياسي ليبي مطلع للعرب الجديد أن قرار تقديم موعد جلسة مجلس النواب التركي الخاصة بتفويض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا أتى لتحقيق عدة أهداف بالنسبة لحكومتي أنقرة والوفاق، أولها استباق زيارة كل من وزير خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى طرابلس، والمفترض أن تحصل في 7 يناير كانون الثاني المقبل. وقد وصل بالفعل إخطار رسمي لبعض الشخصيات الليبية الرفيعة المستوى بهذه الزيارة، ثم محاولة تحقيق تقدم ميداني مؤثر قبلها لتفويت الفرصة على الدول الثلاث باتجاه ممارسة ضغط على المجلس الرئاسي الليبي والقوى المنضوية تحته لانتزاع موقف ما أو تنازل منه قد يربك تطبيق الخطة التركية في ليبيا. الهدف الثاني يندرج في سياق إفشال تحركات نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن خلفه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والذي طالب باجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في ليبيا. ويتوقع أن يسعى النظام المصري مدعوما من أبو ظبي والبحرين والسعودية في هذا الاجتماع إلى استصدار قرار يطالب بوقف القتال ويدعو لعدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي. ولكن الأهم من ذلك ما وصل إلى قيادات ليبية عن سعي السيسي لاستصدار قرار عربي يجيز إرسال قوات مصرية إلى ليبيا يتوقع أن تتمركز في مناطق الشرق والهلال النفطي الليبي بمبرر حماية الأمن القومي المصري، وكذلك سعيه إلى تحقيق غالبية داخل الجامعة بالطلب من مجلس الأمن لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وإذا تم طرح هذا المشروع فقد يعطي ذلك مؤشرا على السيناريو المحتمل لشكل التدخل العسكري التركي في ليبيا. فبحسب المصدر الليبي نفسه والذي فضل عدم نشر اسمه، قامت تركيا بعد التنسيق والاتفاق مع حكومة الوفاق بوضع خطة تدخل سريع تقوم على ضربة جوية ينفذها سرب من المقاتلات التركية ربما يكون من بينها F-16. وتم تحديد 27 هدفا تابعا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشمل أهدافا في مناطق الشرق والجنوب الليبيين، ستكون أيضا عرضة للضربة الجوية الأولى. إذن استمعنا أعزائي المشاهدين لهذا التقرير الذي نشرته صحيفة العرب الجديد، وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلي الناشط السياسي الليبي السيد مروان درقاش. سيد مروان أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك سيد مروان، كيف تقرأ التحركات الإقليمية والدولية بعد التفاهمات التركية الليبية؟ هناك تحركات أوروبية وتحركات عربية من بعض الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لقمة أو لجامعة الدول العربية، كيف تصف هذه التحركات؟ نعم، لا شك أنه ماراثون سريع يحاول من خلاله كلا الطرفين أن يستبق الأحداث وأن يكون له سبق ساعات السبق للوصول إلى هدفه. هناك كما تعلمون طرف الحكومة الوفاق وحليفتها الرئيسية الآن حكومة تركيا، وطرف خليفة حفتر وحلفائه الكثر. صراحة هناك الكثير من الحلفاء كانوا مع خليفة حفتر، إلا أن تركيا استطاعت بدبلوماسية رائعة أن تحيد بعض الأطراف وتجعلها تقف موقف الحياد مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. اجتماع الجامعة العربية يعني نعم أسمعك سيد مروان. إذن يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد مروان درقاش، ننتظر أن يعود إلينا للحديث حول ما يجري في ليبيا من تفاهمات وربما تفاهمات دولية عربية وأوروبية بعد التفاهمات التي جرت بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا. يعود إلي سيد مروان. سيد مروان هل تسمعني الآن؟ نعم أتحدث على الصوت جيد الآن؟ نعم أسمع جيدا صحيح. نعم كنت أتحدث على اجتماع الجامعة الدول العربية وقلت أن هذا الاجتماع حقيقة وسط خلاف بين الأشقاء العرب
حول القضية الليبية. هناك بعض الدول التي تدعم بالفعل خليفة حفتر وهي معروفة، دول كمصر والولايات الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الأردن، وهناك دول أخرى تقف مع حكومة الوفاق لأنها حكومة شرعية معترف بها دوليا، منها قطر وتونس والجزائر والمغرب. وهناك أيضا دول عربية أخرى أعتقد أن لا تستطيع أن تخالف الشرعية الدولية أو الاعتراف الدولي لحكومة الوفاق. لذلك ما سيسفر عنه هذا الاجتماع أعتقد أنها بيانات باهتة لن تقدم أو تؤخر من الأمر شيء، ربما يصدر بيان يعني يحذر من تصعيد العمل العسكري أو الأزمة عسكريا، لكنه كما قلت لن يفيد لوقف هجمة تركية مرتقبة على قوات خليفة حفتر. نعم. طيب زيارة الانقلابي خليفة حفتر إلى مصر، يعني ما دواعي هذه الزيارة وما دلالاتها؟ بلا شك هذا الوقت هو أفضل وقت لهذه الزيارة. كما تعلم تطور الأحداث ودخول الطرف التركي على خط الأزمة يدق ناقوس الخطر على خليفة حفتر وعلى السياسة المصرية، وأنتم شاهدتم السعي المصري والدبلوماسية التي تحركت، قام بها السيسي حيث قام باتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثم بالرئيس الروسي بوتين، وأجرى أيضا اتصالات عربية أخرى. لا شك أن هناك دبلوماسية محمومة الآن تقوم بها مصر، واستدعاء خليفة حفتر عميلها في ليبيا إلى مصر لا شك أن ذلك جاء للتشاور أو لوضع سيناريوهات بديلة إذا قامت تركيا بالفعل بقصف بعض المواقع الحساسة والحيوية لمواقع قيادة، أقصد يعني مثل معسكر الرجمة الذي يقيم فيه خليفة حفتر نفسه، لابد أن توضع ضمانات أو توضع يعني سيناريوهات لحماية خليفة حفتر وحماية مراكز القيادة الخاصة به. طيب تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي من خطورة حدوث تصعيد عسكري في ليبيا، يعني هل كان الوضع هادئ أصلا في ليبيا ليحذروا من خطورة تصاعد الأحداث العسكرية؟ نحن نستغرب كثيرا بعد 9 أشهر من الاعتداء على العاصمة، عاصمة الليبيين، وتهجير لا يقل عن 200,000 من سكانها ومقتل العديد من المدنيين، كيف أصبح الآن فقط بعد التدخل التركي أن هناك خطورة للتصعيد أو أنه يجب فرض حظر جوي، بينما 9 أشهر وطائرات مصرية وإماراتية وفرنسية أيضا تقصف العاصمة وتقصف مدن أخرى غربية. لم نسمع من ماكرون ولا من أي مسؤول أوروبي عن حاجة لفرض حظر جوي أو حاجة عن وقف التصعيد أو وقف الاعتداء على العاصمة. هذه الدعوات هي دعوات صراحة جاءت في وقت متأخر جدا، وجاءت لإنقاذ خليفة حفتر وليس لإنقاذ الأزمة الليبية أو إنقاذ الوضع الليبي. نحن نعرف جيدا أن لا يصرخون الآن إنما يصرخون من وقع اغتيال أردوغان وليس من تصعيد الأزمة. هم يخشون من تدخل تركي في ليبيا وضياع نفوذهم ومصالحهم التي يرون أن دخول أردوغان إلى ليبيا سوف يشكل خطرا كبيرا عليهم. والآن الحديث عن إرسال قوات مصرية يعني يرسلها عبد الفتاح السيسي لمؤازرة الانقلابي خليفة حفتر، تحت أي بند قانوني من الممكن أن ترسل هذه القوات المصرية إلى ليبيا؟ القوات المصرية أرسلت إلى ليبيا منذ أكثر من 4 سنوات، يعني من قام باحتلال مدينة بنغازي ومدينة ترنا هي ميليشيات أرسلها خليفة، أرسلها عبد الفتاح السيسي، وجنود مصريين، مدرعات مصرية، ذخيرة مصرية، وهذا الأمر يعني تبدأ بالأدلة والبراهين. دخول الآن ربما قوات مصرية إلى الشرق الليبي سيكون علنا، كان يتم ذلك بالسر، الآن سيتم بالعلن، ولكن لن يجد أي غطاء شرعي للدخول، لأن الحكومة الموجودة في شرق البلاد ليست حكومة معترف بها دوليا، ولا يمكن أن تجد مصر غطاء شرعيا للدخول. أعتقد بأن دخول قوات مصرية إلى المنطقة هو الذي سيصعد الأمر، لأن تركيا لن تتراجع وسنشهد قتالا حقيقيا بين تركيا ومصر، ولا أعتقد أن مصر في حاجة لمثل هذا القتال لأن وضعها الداخلي وأزماتها الداخلية الكثيرة
وزيادة أزمة من هذا القبيل ربما تسقط نظام عبد الفتاح السيسي. لا أعتقد أنه سيساهم في حماية أمن القومي المصري بقدر ما سيساهم في إسقاط النظام الانقلابي المصري. شكرا جزيلا لك سيد مروان درقاش الناشط السياسي الليبي، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع هذا التقرير الذي نشرته صحيفة القدس العربي حول التطورات الميدانية في ليبيا بين قوات الوفاق، حكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوات الانقلاب خليفة حفتر. أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الاثنين تدمير 12 آلية مسلحة وقتل 10 من عناصر قوات خليفة حفتر في تجدد للقتال جنوبي العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد جنونو إن قواتهم شنت هجوما على تمركزات لعناصر تابعة لميليشيات حفتر تسللت إلى جسر الفروسية في طريق المطار بقوة مشاة معززين بأربعة مدرعات إماراتية وفق إيجاز صحفي نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب. وأضاف جنون أنهم تعاملوا مع العدو بعد تمركزه قرب جسر الفروسية، وأصابت مدفعية الوفاق بدقة تمركزات الميليشيات المتسللة. وتابع أن قواتهم نجحت بمحور طريق الخلاطات في التعامل مع عصابة من ميليشيات حفتر حاولت قطع الطريق، وتم استدراج العصابة المتسللة وشنت هجوما كاسحا عليها. من جهة أخرى، حذر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي أمس من خطورة حدوث تصعيد عسكري في ليبيا. وأعلن قصر الإليزي أن الرئيسين ناشدا بعد اتصال هاتفي بينهما الأطراف الدولية والليبية المشاركة في النزاع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وأكدا أنه لا بد من إتاحة إجراء مفاوضات مجددا بين أطراف النزاع الليبي داخل ليبيا. وحسب متحدث باسم السيسي، تم التطرق أيضا في المكالمة الهاتفية للحديث عن إجراءات من أجل تحجيم تأثير ميليشيات عسكرية وقوى أجنبية في ليبيا. وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين حول تطورات الأوضاع في ليبيا. وأوضح البيان أن الاجتماع الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة يأتي بناء على طلب مصر، وذلك لبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة. أعود إليكم أعزائي المشاهدين، استمعنا إلى هذا التقرير الذي نشرته صحيفة العرب الجديد، وينضم إلي عبر الهاتف أيضا السيد نزار كريكش المحلل السياسي الليبي. سيد نزار أهلا وسهلا بك معنا. عليكم السلام. سيد نزار، كيف هي الأوضاع الميدانية على الأرض، وهل هناك تقدم لقوات حكومة الوفاق الليبية؟ يعني هو الأوضاع كما هي، يعني لا يوجد يعني لا تقدم ولا تأخر، وكل طرف يحاول أن يهاجم قبل الآخر، ولكن يبدو أن الحسم العسكري أو إمكانية التقدم معدومة، خاصة بعد تكبد قوات حفتر الخسائر في طريق المطار وفي منطقة الخلاطات وكثير من المناطق يعني. طيب، الحديث عن إرسال قوات تركية، هل من الممكن أن يرجح كفة حكومة الوفاق الليبية ضد الانقلاب خليفة حفتر؟ يعني هو الآن تدخل الدعم التركي إذا كان كما هو يصور الآن بوجود يقلل الفارق التقني ويحاول أن يضع جدول أهداف واضحة لضرب بعض المواطن اللي حفتر اللي هي اللي تحدث الفارق بين قوات حكومة الوفاق وحفتر. أظن أن التدخل التركي سيكون حاسم في الأسئلة الليبية، وحدة توازن كبير يجعل الجميع يعود إلى منطق العقل والرشد. هل سينحصر التدخل التركي على طائرات وقصف لأهداف خليفة حفتر، أم من الممكن أن تكون هناك قوات راجلة على الأرض برأيك؟ لا، هو حتكون إذا الحكومة التركية ستضع مخطط كامل، الآن وضع حتى المخطط وضع أهداف، لكن طبعا يتطلب تصديق البرلمان، وسيتدرس يعني كل حالة بحالة. إذا كان فيه حاجة لنزول القوات على الأرض سيكون هناك نزول على القوات على الأرض، لكن السياسة العامة للتدخل التركي هتكون هي إحداث ردع لقوات حفتر وإعداد يعني إحداث استزازة وردة فعل قوية من حفتر تجعله يعاود التفكير في المنطقة العسكرية.
وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا يعني يجتمعون في بروكسل لمناقشة الوضع الليبي، هل من الممكن أن يخرجون بنتائج معينة؟ من الممكن أن تحل هذه الأزمة؟ لا، هو الآن هو يعني توليت كما يقال، يعني هو مجيئهم الآن متأخر لأنهم متأخروا تماما. العاصمة تدخل على السنة الآن وهي تقصف ومدنيين يقصفون، ولم يحرك مساكنا إلا بعدما شعروا بالتدخل بوجود التركي في ليبيا. الآن هناك معادلة جديدة في الشرق المتوسط، سيحاول الجميع أن يتكيف مع هذه المعادلة. من يتموضع أولا هو الذي سيحدث الفارق في الشرق. ولكن الآن يعتزمون زيارة طرابلس، أليس من الممكن أن تكون هذه فارقة في ما قبلها مثلا؟ ماذا يريدون أن يقولوا؟ يعني بأي وجه يتحدثون مع حكومة الإطار؟ هم الآن لم يتحركوا، لم يحركوا ساكنا لمدة 9 أشهر. الآن لما استغاثت أو حدثت مذكرة تفاهم بين المجلس الرئاسي وبين تركيا، الآن لماذا يأتون؟ واضح السياق، السياق هو مجرد محاولة يعني تعبير التركي عن التواجد في ليبيا. هم لا يملكون شيء، لا يملكون جنود على الأرض، ولم يستطيعوا أن يوقفوا حفتر، فلماذا يتحدثون الآن؟ فظن موقفهم ضعيف، لذلك سيكون هناك محاولة لتسوية، لتوسيع نطاق مؤتمر برلين، إيجاد مقاربات جديدة تمنع حفتر من التغول، وتمنع مصر من الاستفراد بليبيا. نعم. الآن الموقف أسهل بالنسبة لحكومة الإفاق إذا كانت أصرت على موقفها. يعني كيف تعلق على طلب السلطات المصرية بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية؟ يعني هو الآن هذا اليوم حدث هذا الاجتماع ولم يخرج بنتائج واضحة، يعني هو النتائج التي خرج بها أولا هو حسم إطار، أكدوا على أن إطار اتفاق الخيرات هو إطار السياسي في ليبيا، وأن أكدوا على حرصهم على الاستقرار في ليبيا ووجود حل سياسي. فضد أن تخرج مصر بشيء مما كانت تريده، مصر كانت تريد يعني إدانة للموقف التركي أو لنزع الشرعية عن حكومة الوفاق، كل ذلك لم ينجح لأن طبعا قرارات المجلس الجامعة العربية هي بالإجماع، وهناك دول داعمة لموقف حكومة الوفاق مثل تونس والجزائر والمغرب وعمان وقطر والكويت كذلك، كل هذه الدول هي تتصرف بعقلانية بعكس الجموح الإماراتي والمصري الذي فشل في الجامعة العربية. واضح، شكرا جزيلا لك سيد نزار كريكش المحلل السياسي الليبي، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، دعونا نشاهد هذه الرسوم الكاريكاتورية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية برنامج في المنتصف. لا يسعني إلا أن أشكر جميع من شاركنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. في أمان الله.